طلاب، اهلا وسهلا بكم بدرس جديد. اليوم موضوع الدرس راح يكون comparative adjectives بمعنى صفات المقارنة. form الشكل مالتها add are to adjectives، اضف are الى الصفات with one syllable ending in e. شنو معناتها؟ اضيف are الى الصفة المنتهية بمقطع واحد، طبعا المنتهية واللي بنفس الوقت هي منتهية ب e. زين، طبعا احنا راح نروح على امثله اوكي بعد ما نقرا ونترجم حتى تعرفون انا على شنو بدي احكي. double the consonants of some adjectives before adding er. for example، مثلا احنا نعدي fat و hot و wet، اضعف الحرف يقول الاخير اوكي اذا كان عندي هنا حرف vowel، اضعف الحرف الاخير اذا كان عندي حرف الا. الحرف العلة وين؟ قبل الحرف الصحيح. يعني هنا فات صير فتر، الهات صير هتر، أضاعف التي وضيف إي آر، وويت وتر هم أضاعف التي وضيف إي آر. زين، بالنسبة اللي منتهية بإي فقط أحط لها آر. زين، خلني دي change Y to I، change نغير الواي إلى I before adding ER، قبل أن نضيف ال ER to adjective إلى الصفة with more than one syllable ending in Y. إذا كان أنا عندي الصفة منتهية ب Y تقلب ال Y إلى I ويضاف ER إذا كان قبل ال Y شنو؟ مثلا حرف صحيح، مثلا شوفوا هنا. طبعا رح ناخذ الأمثلة بعدين نرجع نكمل شرح وترجمة. أمامكم مجموعة من الصفات ومقابلها المقارنة والمفاضلة. شفتوا هنا أنا مثلا fast صارت faster، ضفت لها ER. cold colder. أما hot wet thin ضاعفنا الحرف الأخير لأن أكو قبله حرف علة. زين، هنا عندي friendly قلبت الواي إلى I وضفت لها ER. طبعا نفس القاعدة اللي تمشي على الكمباراتيف على المقارنة تمشي على super related المفاضلة. زين، ساد ايضا هنا نشوف ضاعفنا الدي لانه قبلها حرف علة، يعني من يكون عندي حرف علة اوكي هنا اضاعف الحرف الاخير. زين، ليش اضاعف؟ لنفترض انا حطيت هنا ER، كأنه الحرف هذا الصحيح راح يكون بين اثنين علة وهذا خاطئ مو صحيح. زين، خلينا نكمل. هنا هم ايضا noisy noisier، شوفوا قلبت الواي الى اي اذا كان حرف صحيح اوكي. اذا اكون هنا حرف صحيح اقلب الواي الى اي، وايضا هنا heavy heavier heaviest. هذا فيما كانت الادجكتيف متكونة من مقطع واحد. رجعنا مرة ثانية للكتاب، شوفوا هنا one syllable مقطع واحد، hard صارت harder و big bigger و nice nicer. مطينا نموذج عن كل قاعدة ذكرها لكم قبل شوية. شوفوا هنا بضفت R، هنا ضعفت الحرف الأخير وهنا ضفت ER. زين، more than one syllable إذا كان عندي أكثر من مقطع واحد لكن منتهي بواي، مثلا happy happier، مشان ضعفت الواي وضفت IER. زين، other adjectives with more than one syllable، صفات أخرى مع أكثر من مقطع، مثلا interesting صارت عندي more interesting. لما يكون عندي أكثر من مقطع هنا أضيف more، هذا في حالة المقارنة. زين، عندنا بعض الاستثناءات أوكي، مثلا good صارت better، bad صارت worse. زين، نجي استخدامات. use comparative adjectives صفات المقارنة plus than زائدا than to compare two things، حتى تسوي مقارنة بين اثنين. مثلا my school is bigger than your school، مدرستي هي أكبر من مدرستك، فأنا سويت مقارنة. زين، running is easier than skateboarding، الركض هو أسهل من التزلج. skateboarding بمعنى تزلج على لوحة تزلج. زين، computers are more expensive than mobile phones، الكمبيوترات أكثر غلاءً
اوكي من التليفونات. زين هسه اجينا على المفاضلة. عندنا هارد صارت هاردست، مو كان نضيف ار راح نضيف اس تي. هنا انا عندي بيج صارت بيجست، ضاعفت الجي وضفت اي اس تي، نفس القاعدة مال الكومباريتيف. نايس صارت نايسست. زين اذا عندي مور ذان وان سيلابل اندينج ان واي، اذا كان عندي الكلمة اكثر من مقطع منتهية بواي، فايضا الواي اقلبها الى اي واضيف اي اس تي. زين other adjectives with more than one syllable، بعض الصفات بأكثر من مقطع نضيف لها the most. okay the most بعدين ال adjective الصفة interesting. عندنا بعض ال exceptions، بعض الاستثناءات، مثلا good صارت the best و bad صارت the worst يعني الأسوأ. زين استخداماتها use the plus superlative adjectives، نستخدم دائما الـ the okay لما نريد نعبر عن المفاضلة. when you are talking about one more than two things، عندما نريد التحدث عن شيء أكثر من شيئين. the Amazon is the longest river in the South America، الأمازون هو النهر الأطول في جنوب أمريكا. the polar bear is the heaviest bear، الدب القطبي هو ال heaviest يعني الأكثر ثقلاً، الدب الأكثر ثقلاً. إذا هنا أنا سويت مقارنة بين كل الدببة والدب القطبي. That was the most difficult exam I have ever taken، كان الامتحان الأصعب، أصعب امتحان أنا خذته. إذا ايضا هنا بهاي الجملة انا قارنت كل الامتحانات بشنو؟ بهذا الامتحان. اذا هو هذا الفرق بيناتهم. انتبهوا هاي الحالة السوبرليتيف ادجكتيف ما بيها ذان. شوفوا هنا اذا انتبهتوا انه اكو هنا ذان، وشرط المقارنة يكون بها ذان، لكن المفاضلة لا، مو شرط انه يكون بها ذان، مرات ما بها ذان، اغلب الاحيان يكون ما بها ذان. اذا هذا كان موضوع المقارنة، راح اترك لكم رابط الشرح به أكثر وضوحا إذا حابين أيضا تشوفوه، راح اتركه بصندوق الوصف. إلى هنا ينتهي درس اليوم، شكرا على المتابعة وانتظروني في درس جديد. لا تنسون تسوون سبسكرايب يعني تشتركون بالقناة وتركون كومنت تعليق وتحطون لايك إذا عجبكم الفيديو. شكرا مرة ثانية وإلى اللقاء.